الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا وعيدكم سعيد. قسم من المعطورات تكون القطعة الفرفورية ثابتة بالأسفل وخروجها يكون كل الصعب. فاليوم راح أعلمكم الطريقة سهلة بدون ما تسوي أضرار، لأنكو مع الأسف قسم من الأخوان شو يسوي؟ يجيب المفك ويضرب هنا على القطعة الفرفورية ويحاول يكسرها ويطلعها نصين. صحيح هو راح يكسرها، بس راح يكسر القاعدة مالته اللي هي تكون من معدن كلش خفيف ويخرب المعطور عنده، كيتلة في المعطور. فاليوم هسه راح اعلمكم الطريقة الصحيحة. اول شيء تجيب مقص او اي قطعة مدببة، تنظف هذا الكنر داير مدايرة، زين اعذرونا دا اصور وحدي، تنظف المكان الداير مدايرة. ورا ما تنظفه راح نجيب دهن محركات ونذب على المكان هذا وننقعه. وهسه نكمل وياكم. بعد التكلسات اللي طلعتها راح اذبكم اياها بالقاع حتى تشوفوها. لاحظ هاي التكلسات اللي طلعت. سوينا بهالحاله، فتحنا الطريق قدام القطعه الفرفوريه. هسه ايش راح نسوي؟ راح نذب دهن هنايا، حط له دهن. وبعد ما خلينا دهن راح شو نسوي؟ نشغل الماطور. من اشتغل الماطور ايش راح نسوي؟ راح نجي اول مره نسوي جراين، نضرب جراين لهذا الشكل، لاحظ، حتى ايضا ينفتح المجال الى للداخل. وبعدها ايش راح نسوي؟ راح نحاول نحرك القطعه الفرفوريه بهاي الطريقه من الجوانب. بهالاسلوب، لاحظ، ما راح يحتاج لك اي تعب، لاحظ ساعدت عندنا. لاحظ شلون طلعت بكل سهولة، خلصنا من عزها. المرحلة الثانية هسه راح نطفي. اكو قطعة بلاستيك بالاسفل، هاي ايضا لازم تطلع. هاي القطعة ايضا بحافة المقص نحاول نزرفها هالشكل ونرفعها لفوق بهالاسلوب هذا. لاحظ شلون طلعت. هاي طبعا تصير الحالة بالماطور اللي تعبان كلش، يعني جبنه ماته كل صار لها فترة طويلة. لاحظ شلون لاطشة. بس راح نطلع لكم اياها حتى لا يطول الفيديو. هاي طلعناها. فاذا بقى عندنا بس الحديد. شو نسوي هسه؟ نعيد التنظيف كل تدار مداير ونجيب الجبنة. طبعا الجبنة قطعتين اخوان، انا شفت احد الفيديوهات اخواننا المصريين، نبدل بس القطعة الفوق وعايف الجوة. طبعا هاي القطعة الفرفورية هي واللاستيك راح يكون بالاسفل، انا شارح عليها. والقطعة الثانية هذه راح تكون بهالاتجاه، يعني هاي القطعة الفرفورية السوداء راح تكون فوق الفرفورية البيضة، وهذا الستيل راح يكون لي فوق وتكبسها الاسفل. اشارح عليها، تقدرون تشوفون فيديوهات حتى لا يطول عليكم الفيديو. المهم هاي الطريقة الصحيحة، وهذا كنت اقصد عليه اللي ينكسر هو القاعدة. هاي القاعدة اللي هي اهين تنكسر بسرعة اذا دقيت على الفرفورية. تحياتي لكم، واتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو، وشكرا لكم.